البنك صوت بالإجماع، إجماع الدول الأعضاء في البنك الدولي، على القرض المصري لدعم إصلاح التعليم في مصر بمبلغ 500 مليون دولار على مدار 5 سنوات. ده عمل كبير جدا اشتغلنا عليه من أول يوم جينا هنا. التواصل كان إن احنا نقلنا رؤية مصر، عاوزين إزاي نصلح التعليم بمجمله يعني للفريق بتاع البنك الدولي. الفريق وظيفته انه ياخد مننا الرؤية دي ويحاولوا يدرسوا المخاطر، هل احنا قادرين على تنفيذها، هل تكوين الوزارة، هل في التزام من الدولة، لان دي فلوس الدول الاعضاء في البنك الدولي. فلما يدوها اللي بيدي قرض بيبقى عاوز يطمن على فلوسه، عاوز يطمن الفلوس دي هيتعامل بيها اللي اتكلمنا عليه ومش هتروح في حاجة تانية وهترجع له. العشر شهور دول كأننا كنا في امتحان، يعني في حد بيتابع بيناقش كل تفصيلة. الرؤية دي اتقسمت على مخرجات عاوزين نعملها على مدار ال5 سنين، درسوا كل الأمور دي في مصر والتزام الدولة كقيادة سياسية بإصلاح التعليم.